السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. كيف حالكم يا إخوان؟ الحمد لله بخير يا أستاذ. الحمد لله. طيب، أين توقفتم في الدراسة؟ الآن التخييم أستاذ. التخييم في أي الوحدة؟ التخييم، طيب، الوحدة الثانية صح؟ الدرس 23، الترويح عن النفس، التخييم. نعم سيدي. طيب، تفضل أخونا مستم، اقرأ السؤال الأول ثم أجب. الأول، أين يكفي الناس وقت الترويح؟ أين؟ في الشاطئ البحري يا أستاذ. شاطئ البحر ممكن، وأين أيضا؟ في في البيت هذا. في البيت ممكن. ممكن زاد. الثاني يا أخونا محمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، أين تفضل الترويح؟ في البيت أم خارج البيت؟ أين تفضل الترويح؟ في خارج أين؟ البيت يا أستاذ. خارج البيت. طيب، الثالث أخونا مستم تفضل. أين تعيد الطعام، في بيتك أم في المخيم؟ في المخيم سيد. في المخيم. طيب، الرابع الأخير يا أخونا محمد صالح. ما أفضل هواية تمارسها على شاطئ البحر؟ ما هواية؟ يس بهو يا ما أفضل هواية تمارسها على شاطئ البحر. أنت يا أخي، أنت ما أفضل أفضل، ليس ما أفضل، ما أفضل. قراءة. هواية تمارسها على شاطئ البحر، ما هي؟ ما أفضل هواية؟ هل عرفت ما معنى الهواية؟ هواية هوبي صد. نعم، ما أفضل هواية تمارسها أنت على شاطئ البحر؟ ها، ما هي؟
لعبو سيارة يا أستاذ، سيارة القصير. ألعبوا إيه؟ سيارة؟ القصير يا ما المقصود؟ فيه ثلاثة روضة، دراجة القصير فيه ثلاثة روضة، أطلقوا بها روضة يا أستاذ. نعم، في لغات الإندونيسيا دراجة القصير فيه ثلاثة رودة، تيجا رودة يا أستاذ. ثم ما كريتا هواية؟ كريتا يانتين. أنت تلعب دراجة للأطفال؟ نعم، لا أو يمكن سامي في زمان الماضي يا أستاذ، زمان دولو، في زمان الماضي. الآن 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 يا أخي، ما أفضل هواية تمارسها أنت؟ أفضل هواية، أفضل هواية هواية على شاطئ البحر مجرية، مجرية ماذا؟ يا أستاذ، مجرية جرو يجري، مجرية برلاري، لاري لاري. طيب، شكرا على إجابتكم يا إخوان. التخييم، ما معنى التخييم يا إخوان؟ تخييم كما هذا باللغة العربية. التخييم يعني أنت تذهب إلى أي مكان وتبنى المخيم وتبيت هناك يوم ممكن، صحيح؟ نعم بعد هذا هو التخييم. طيب، سأقرأ النص ثم بعد ذلك أنتم تقرؤون وتشرحون وتتكلمون ما فهمتم من النص. يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت، حيث يقضون الوقت في مخيمات، ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات. فقد يكون ليلة واحدة، وقد يكون عدة أسابيع، ويختلف المكان، فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال، حيث الهواء النقي. طيب، أنا أكرر. يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت، حيث يقضون الوقت في مخيمات، ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في موبايل المخيمات. فقد يكون ليلة واحدة، وقد يكون عدة أسابيع، ويختلف المكان، فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال، حيث الهواء النقي. طيب، أخونا محمد صالح، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم.
يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت، حيث يقضون الوقت في مخيمات، ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات، فقد يكون ليلة واحدة، وقد يكون عدة أسابيع، ويختلف المكان، فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال، حيث الهواء النقي. أخونا مستم تفضل. بسم الله. قال مهند رحمه الله: يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت، حيث يقضون الوقت في مخيمات، ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات، فقد يكون ليلة واحدة، وقد يكون عدة أسابيع، ويختلف المكان، فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو بين الجبال، حيث هواء نقي. أخونا محلسين تستطيع أن تقرأ؟ نعم أنا متأخر أستاذ. نعم. نعم أستاذ. صفحة 73 37 في PDF أستاذ؟ في PDF تقريبا صفحة 65 تقريبا. ممتاز جدا. نعم أستاذ. بسم الله. التحييم يا أستاذ. نعم. أولا، أين يقضي الناس وقت لا الترويح؟ لا لا، النص مباشرة. يفضل كثيرا من الناس نعم. يفضل كثيرا من الناس الترويح خارج البيوت، حيث يقضون الوقت في مخيمات، ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات، فقد يكون ليلة واحدة، وقد يكون عدة أسابيع، ويختلف المكان، فقد يكون على شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الغابة أو في ال... أو في الغابات غابة نعم، أو في الغابة أو في الصحراء. أو في الصحراء أو بين الجبال، حيث الهواء النقي طيب أخونا يخرج. محمد، لا لا يكفي. أخونا محمد صالح، ماذا فهمت من هذا النص؟ بسم الله. يحب كثير من الناس الترويح الذي يقضون الوقت في خارج البيت بمخيمات، ولكنهم يختلفون ولكن يختلفون في
ولكن يختلفون الوقت الذي يقضيه في المخيمات. بعضهم ليلة واحدة أو عدة أسابيع ويختلف في المكان. موجود في موجود في شاطئ البحر أم في البر أم في الغابة أو في الصحراء أم بين الجبال، الذي مكانه الهواء الذي مكانه الهواء النقي كفيت يمتد. حيث الهواء النقي، نعم، والذي هناك فيه الهواء النقي. طيب، هذا ما فهمت يا أخونا محمد صالح؟ طيب يا أستاذ، هذا ما فهمت من النص؟ أنا يا أستاذ، نعم. هل هناك زيادة؟ طيب، أخونا مستم، تفضل، نعم. ماذا تكلم ما فهمت من النص، أخونا مستم؟ نعم سيد، يفضل كثير من الناس تربيتها خارج البيوت، كما خارج البيوت، ويقضون الوقت في المخيمات، يقضون ولكن نعم. يختلف الوقت ويختلف في المكان. وبعضهم يقضون في شاطئ البحر أو في البر أو في الغابة أو في الصحراء أو الجبال أو في مكان آخر. خلاصة طيب، أخونا مخلصين، تفضل، تكلم ما فهمت، ماذا تفهم من النص؟ أفهم أن كثيرا من الناس يفضل الترويح خارج البيوت، إما أن يكون في مخيمات، فقد يكون في ليلة واحدة أو عدة أسابيع، يعني يختلفون في الوقت يختلفون في الذي يقضيه فيها. وقد يكون يختلفون الوقت، نعم، استمر استمر، نعم. ويختلف المكان، وقد يكون على شاطئ البحر أو في أي مكان. أسف أستاذ. طيب، لا بس التجربة فيها خطأ، لا بأس، تكلم. بالضبط.
طيب شكرا على شرحكم يا إخوان. يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت، هذا فهمنا أن الناس كثير من الناس يفضلون الترويح خارج البيوت. أنت يا أخونا مخلصين، أيهما تفضل، الترويح خارج البيوت أو خارج البيت أو الترويح في البيت، أيهما تفضل؟ أنا أستاذ، أنا نعم، أفضل الترويح في البيت أستاذ. تفضل الترويح في البيت. طيب لماذا؟ لأني أحب القراءة أو أحب القراءة أكثر، أحب القراءة. أنت تحب القراءة أو أنت تحب أن تكون منفردا؟ أحب أن تكون منفردا منفردا في القراءة أستاذ. آه ما شاء طيب، الله، بارك الله فيك يا أخي. ما شاء الله. لكن لا لا لكن لا لا أعني أنا أفهم أنا يعني أنت لا تحب صوت مزعج، ما هو ذات أنت لا تحب أن، أنت لا تستطيع أن تقرأ جيدا إن كان في هذا المكان كثير الناس. نعم مستر نعم طيب أخونا مستم، نعم سيد تفضل ترويح خارج البيوت، خارج البيت أو في البيت؟ أفضل الترويح في خارج البيت سيد في خارج طبعا سيد البيت، لأن لماذا؟ هناك الهواء البريد. الهواء بارد. طيب أين تسكن يا أخونا مستم؟ أنا أسكن الآن في سوكوهارجو سولو سيد، ولكن سولو. الآن طيب الأب في تاوانغ مانغو أستاذ. أين هذا؟ كرانganyar أستاذ. نعم كرانganyar أستاذ. كارانganyar. الجبال طيب لابو أستاذ. الجبال لابو. نعم. إذا أنت تحب المخيم؟ أحب أستاذ. أنت يا أخونا محمد صالح تفضل ترويح خارج البيت أو داخل البيت، يعني في البيت؟ أفضل الترويح في خارج البيت يا أستاذ، خارج البيت أين؟ في الغابة يا أستاذ، في الغابة. ما شاء الله، أين تسكن؟ في سومطرة، في مندلين ناتال، من جزيرة سومطرة 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 شمالية. الشمالية، ما شاء الله. مندلين ناتال. ما شاء الله. مندلين ناتال، يا أستاذ نعم يا أستاذ. هل هذا المكان قريب من ميدان؟ مندلين ناتال، أو إيه ماذا أستاذ؟ هل مندلين ناتال قريب من ميدان؟ نعم يا أستاذ بعيدا من المندلين ناتال، بعيدا من ميدان، بعيد أم قريب؟ بعيد يا أستاذ بعيد. بعيد مسافته بسيارة
تقريبا تقريبا عشر ساعات يا أستاذ. 10 ساعات. ما شاء الله، إذا بعيد جدا. نعم يا أستاذ. طيب نعم، يعني انظر، أخونا مخلصين هو يحب يفضل الترويح خارج في البيت. أخونا مستم وأخونا محمد صالح خارج البيت. إذا كثير من الناس يفضل الترويح خارج البيوت. كثير من الناس، يعني أغلب الناس حيث يقضون الوقت في مخيمات، يعني كثير منهم يقضون الوقت في مخيمات. مخيمات جمع من مخيم. وهم يختلفون في الوقت الذين يقضين في المخيمات. عرفتم ما معنى قضى يقضي؟ صح، قضى يقضي قضايا صغر يعني يقضون الوقت، يعني ينتهون الوقت في يوم العطلة هنا مثلا بعمل. ومن العمل هناك ماذا؟ مخيم. التخييم. التخييم. يختلف بعض الناس كثير الوقت الذي يقضيه في المخيمات. هناك من يقضي ليلة واحدة فقط في المخيم، وهناك من يقضي عدة أسابيع. عرفتم ما معنى عدة أسابيع؟ عدة waktu satu jumlah يعني الوقت ada لا يعرفها. أسابيع جمع من أسبوع. مثلا عدة أسابيع قد يكون أسبوع واحد أو أسبوعين أو 3 أسابيع. عدة أسابيع يعني لا نعرفه، هل أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع أو 4 أو 5. عدة أسابيع مثلا، عدة أيام. عدة أيام ممكن يوم واحد أو 3 أيام أو يومين أو 4 أيام، يعني لا نعرفه. كم أسبوع أو كم يوم؟ ونقول مثلا عدة أسابيع، يعني لا نعرفه كم أسبوع نقضي الوقت في المخيم، أو كم يوما. عدة أيام يعني قد يكون معناه كم يوما، يوم واحد باللغة الأندونيسية يعني beberapa beberapa minggu. عدة أسابيع، عدة أيام، beberapa hari. ويختلف المكان. الوقت مختلف والمكان أيضا مختلف. مثلا أخونا مستم يحب التخييم والمخيم في الجبل، وأخونا محمد صالح في الغابة. أو المكان متساوي أو مختلف يا إخوان؟ المكان متساوي أو مختلف؟ أخونا تفسد مستم،
نعم زاد دارين أخونا زاد مستم تفضل مخيم في الجبل، صح؟ نعم زاد أخونا محمد صالح في الغابة، المكان هنا متساوي أو مختلف؟ مختلف زاد مختلف. ليس كل الناس في مكان واحد، لا يمكن، ولذلك هناك من يكون على شاطئ البحر. على شاطئ البحر، عرفتم ما معنى شاطئ البحر؟ فانتازي زد نعم، يعني قريب من البحر، أو في البر. البر هنا ضد البحر. البحر فيه الماء، والبر ليس فيه الماء. أو في الغابة. الغابة أو في الصحراء، هذا كثير في الدولة أو في الدول العربية. أو بين الجبال. بين الجبال يعني في الجبل، حيث الهواء النقي، يعني الهواء جيد، الهواء الصافي. النقي يعني جيد، ليس بارد ولكن ليس حار، يعني قريب من البر، قريب من البارد ولكن ليس بارد جدا. لا، ممكن كمثل في ليمبانج باندونغ أو في بونشاك، ممكن. ليس في الصباح، ليس في النهار. في النهار ممكن الهواء في بونشاك حار، لكن في الليل أو في الصبح الهواء هنا نقي. ماذا نقي يا إخوان؟ سجردت نعم، أو سجوق. سجد نعم، الهواء جيد، ليس الحار ولكن ليس بارد جدا. لا، ولذلك ماذا؟ كثير من الناس يفضلون الترويح أو المخيم في الجبل أو في الغابة بسبب الهواء. لماذا؟ لأن الهواء في المدينة غير جيدة، صح؟ نعم. الهواء حار جدا. طيب، نأتي إلى النص بعده. يخرج الناس أيام العطلة إلى البر، وينصبون في مكان الترويح الخيام، ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح. ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر، حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى، ويصطادون السمك. ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. طيب، أخونا مستم اقرأ. يخرج الناس أيام العطلة إلى البر وينسبون في مكان الترويح الخيام ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح. يفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى ويصطادون السمك. ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو تصوير أو المشي. أخونا محلسين تفضل. يخرج الناس أيام العطلة إلى البر
وينسبون في مكان الترويح الخيام، ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح. ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر، حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى، ويصطادون السمك، ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. طيب أخونا محمد صالح تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الناس أيام العطلة إلى البر، وينسبون في مكان الترويح الخيام، ويحملون معهم الطعام والشراب ووسائل الترويح. ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر، حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى، ويصطادون السمك. ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. أو المشي. أخونا مستم، ماذا فهمت من هذه الفقرة؟ ما معنى ينسبون زب؟ ينسبون يعني يبنون، يبنون أو ماذا يقيمون؟ نعم زب. أي كثير من الناس في العطلة يخرجون إلى البر، وبعضهم يحملون معهم الطعام والشراب وسائل الترويح، وبعضهم يفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر، ويمارسون السباحة والرياضة، ويصطادون السمك، ويفضل بعض الناس مشاهدة الطيور التصوير أو المشي. طيب وكذلك إن شاء نعم الله مفهوم إن شاء الله. مفهوم. طيب مخلصين أخونا مخلصين تفضل. بعض الناس في أيام العطلة يخرج إلى البر، وينسبون الخيام في مكان الترويح، ويحملون الطعام والشراب معهم ووسائل الترويح، وبعض الناس يختار في شاطئ البحر، حيث يمارسون السباحة وأنواع الرياضة الأخرى، ويصطادون السمك. وبعضهم يفضل مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. طيب أخونا محمد صالح ماذا فهمت؟ في اليوم العطلة يذهب الناس إلى شاطئ البر، إلى البر، ثم يبنون الخيام لمكان الترويح، ويحملون الطعام والشراب ووسائل الترويح، ويفضل بعضهم ويفضل بعضهم قريبا من شاطئ البحر،
ليستطيعوا أن يمارسوا السباحة وأنواع الرياضة الأخرى ويصطادون السمكة ويحب بعضهم مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. طيب يا أستاذ، طيب كفايت يا أستاذ. طيب شكرا على شرحكم يا إخوان. إذا في هذه الفقرة أن الناس يخرجوا في أيام العطلة إلى البر مثل الغابة، الصحراء، بين الجبال أو شاطئ البحر، ويبنون الخيام هناك، وهم يحملون معهم ماذا؟ الطعام والشراب ووسائل الترويح، الوسادة مثلا، ماذا، الخيام أيضا وغير ذلك. وبعض الناس، يعني فريق من الناس، بعض الناس يفضل أن يكون ماذا؟ المخيم قريبا من شاطئ البحر، قريبا من شاطئ البحر، لأنهم يريدون أن يمارسون السباحة وكذلك أنواع الرياضة الأخرى، أو يصطادون السمك. وبعض الناس يفضل ماذا؟ مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي. يعني ليس كل الناس من يذهب إلى شاطئ البحر يريدون أن يسبحون، لا، بعضهم فقط يريد ماذا؟ مشاهدة الطيور أو التصوير أو المشي فقط، ليس السباحة. طيب نأتي للفقرة الأخيرة. يحمل الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثير من الطعام، وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان، وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات، ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان ماء. أخونا محسن تفضل اقرأ. نعم، يحملون الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثيرا من الطعام، وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان، وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان ماء. أخونا محمد صالح تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يحمل الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثيرا من الطعام، وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويدعون في أوان، وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان الم... إذا لم يكن في مكان في المكان ماء. أخونا مستم اقرأ. يحمل الناس معهم إلى البر خياما وملابس وكثيرا من الطعام، وبعض الناس يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أوان، وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيمات ويحمل الناس معهم الماء إذا لم يكن في المكان ماء. طيب أخونا مخلصين، ماذا فهمت من هذه الفقرة الأخيرة؟ فهمت أن الناس إذا أراد أن يذهب إلى البر في العطلة
يحمل خياما وملابس وكثيرا من الطعام، وبعضهم يعدون الطعام في بيوتهم ويضعونه في أواني. أستاذ، ما معنى أواني أستاذ؟ أوانين ويضعونه جمع إناء. في إناء، في إناء أواني. نعم أستاذ، شكرا أستاذ. نعم. أخونا محمد صالح، تفضل، ماذا فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أن الناس يريدوا أن يذهبوا إلى البر فيحملوا خياما وملابس وكثيرا من الطعام ويخافوا أن يعد الطعام في بيوتهم ويدعونه في أوان، وهناك من يفضل إعداد الطعام في المخيم، وبعضهم يفضل إعداد الطعام في المخيمات، ويحملون الماء إذا لم يكن في المكان المخيمات ماء. طيب أخونا مسلم، ماذا فهمت؟ فهمت. كثير من الناس إذا يريد أن يذهبوا إلى خارج البيوت أو إلى الشاطئ البحري أو إلى المخيمات، يحملون الناس كثير من الطعام والماء والملابس. خلاص. طيب، يعني أن الناس يحمل معهم أولا خيام، ملابس، وكذلك وسائل الترويح والطعام والشراب، وبعضهم يجهزون الطعام أو يعدون الطعام في البيوت ويضعون في مكان للطعام. وبعض الناس أيضا يفضلون جهاز الطعام أو إعداد الطعام في المخيمات، ويحملون معهم ذا الماء إذا لم يكن في المكان ماء، إذا ليس هناك ماء. طيب، إذا هل هناك سؤال يا إخوان حول هذا النص؟ ما التصوير يا سيد؟ تصوير التصوير بالصوت. يعني أنت ماذا تأخذ الصورة بالهاتف الآن أو بكاميرا، هذا التصوير. هناك سؤال آخر؟ عندي سؤال أستاذ. نعم. أو في البر أو في الغابة، لماذا الغابة أستاذ؟ الغابة والصحراء، لماذا بالفتحة ليس بالكسرة يا إخوان؟ ليس بالكسرة، الغابة ممنوع، ممنوع من صرفي. ممتاز، ممنوع من الصرف. إن كان اسم ممنوع من الصرف فالمجرور بماذا؟ بالفتح. بالفتحة. لكن هناك المجرور بالكسرة، متى؟ هذا مثلا في الغابة، جائز أيضا في الغابة، لأن
بدأ بالألف واللام. نعم بدأ يا بالألف أستاذ. واللام. الصحراء نعم أيضا ممنوع من الصرف، لأن لماذا؟ لأن هناك ماذا؟ ألف. واللام. الغابة لماذا؟ لأن آخره هذا اسم مؤنث. هناك سؤال آخر. أزاد أنا أزاد في الغابة، ما لماذا في الغابة ليس في الغابة دي أزاد. هناك موجود ألف لام أزاد، يمكن إذا هدف ألف لام صحيح غابة في محل الجر يعني دي. نعم أزاد. هذا اختيار جائز بالفتحة وجائز بالكسرة، لا بس لا بد عليك أن تختار هل تريد بالفتحة أو تريد بالكسرة. ليس يعني ليس ماذا، ليس لا بد بالكسرة، لا هذا اختيار فقط. نعم سعد. مثل كلمة هندون صحيح، هندوني. هناك ممنوع من هندون، ممكن ممنوع من الصرف وممكن ماذا، ليس ممنوع من الصرف. هذا جائز أيضا، يعني علامة الممنوع من الصرف إذا كان ليس ممنوع من الصرف مثلا بدأ بالألف واللام، العلامة ممكن أن نقول ماذا، بعلامة ممنوع من الصرف أو ليس بعلامة الممنوع من الصرف، هذا جائز. يعني في الغابة أو في الغابة جائز، لا بأس. هناك سؤال آخر. طيب إذا إن كان ما عندكم سؤال، هذا درسنا اليوم عن التخييم. التخييم يعني نعمل نعمل ماذا، نبيت في أي مكان ونبنى ماذا المخيم، الخيام في المخيم، ونبيت هناك يوم أو عدة أيام أو عدة أسابيع ممكن أو غير ذلك، هذا هو التخييم. طيب إذا هذا درسنا اليوم، ونتوقف عند هذا الحد، ونختتم لقاءنا هذه الليلة المباركة، نختتم بدعاء كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.